شكون هو المخزن؟ يدل مصدر المخزن معجميا على فعل خزن وحافظ واكتنز وادخر الأقوات والبضائع المختلفة، فهو يفيد إخفاء الشيء والاحتفاظ به لاستعماله عند الحاجة، ويوحي حسب السياق الذي يستخدم فيه، إما بفكرة الاحتياط تحسبا لأي طارئ أو بفكرة التراكم. إذن فمعناه اللغوي يعكس الرغبة في تجميع الشيء وضمان سريته من أجل إعادة استخدامه. وورد الحديث عنه لأول مرة بشمال إفريقيا خلال القرن الثامن الميلادي للدلالة على الخزينة الحديدية التي كانت توضع فيها المداخيل المالية المحصلة من الضرائب قبل أن يبعث بها والي إفريقيا إلى الخليفة العباسي. وكلف بحراسة هذه الخزينة أشخاص حملوا اسم عبيد المخزن في بلاد الأندلس. وبعد انفصال المغرب عن المشرق أضحى المفهوم يدل على معنى إداري أوسع نسبيا في الغرب الإسلامي منذ العهدين المرابط والموحد. فقد أورد البيدق في أخباره عن ابن طمرة عبارة عبيد المخزن التي تجسد كل الخدام الذين يتقادون أجرا من الخزينة خلال حكم المرابطين والموحدين والمرينيين، ثم وصف دخول الموحدين لمراكش بما يلي: وكان السبي يضمنون للمخزن أنماه الله ما كان من الحلي والقش والسلاح وما كان بالمدينة كلها، رفع للمخزن وابتياع للنساء، ورجع كل شيء للمخزن. كما أورد ابن زرع ابن أبي زرع العبارة نفسها وهو يتحدث عن الصراع بين المرتدى الموحدي وأبي دبوس، فصار حتى وقف بباد البنود من قصبتها فغلقت الأبواب في وجهه ووقف عليها عبيد المخزن يقاتلونه. وهناك من اعتبر مصطلح المخزن مقتبس من كلمة الخزينة التركية والتي تدل على بيت المال، ومنها اشتق مصطلح الخزندار، بينما ربط محمد بن الحسن الحجوي أصله بمستودع المعدات الحربية والتموين وعائدات الجبايات الذي كان يطلق على دار الولي بإفريقيا، ثم صار يطلق على دار السلطان والحكومة توسعا على سبيل المجاز. علاقته الإطلاق والتقييد من إطلاق الحالي على المحل أيضا، كما يطلق اسم الباب العالي عند الترك والأعتاب الشريفة بالمخزن، فهما مترادفان: دار المخزن والأعتاب الشريفة. وإذا أطلق لفظ المخزن مجردا انصرف إلى رجل الدولة غالبا. ذاك هو مفهوم المخزن. قبل ما تخرجوا ما تنسوش تابوناو في لاشين يوتيوب وبارتاجيو الفيديو مع أصحابكم في مواقع التواصل الاجتماعي، وما تنسوش ديروا جيم.